كي دايرين لاباس عليكم؟ دابا بنت خويا غادي كي راني عند بنت خويا هنا فاس غادي تقدم لينا واحد لو شوسون وبغيت نشاركو معاكم. عندنا 4 ديال البصلات مقادرات، عندنا 4 ديال الفلفلات حمر، 4 ديال الفلفلات خضر، عندنا المعدنوس، نص كاس ديال الزيت، عندنا سكينجبير معلقه صغيره سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم صغيره، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال البزار. عندنا هنا قولي 200 غرام ديال السكالوب الدان هو هذا. حنا دابا غادي نبداو نشحروا هادشي كلشي على بركه الله. غادي نديروا الزيت ها هي، نديروا الدان هو، نديروا الفلفله الخضراء الفلفله الحمراء ها هي، البصله دابا غادي نشحروا هادشي، غادي نشحروا حتى يتشحر وبقاو معانا. صافي ها حنايا ها القوام، ها هو القوام ديالنا طاب. دابا كنخليوه غير يتشرب، من بعد غنزيدو عليه الزيتون. ما قلناش قبيله نسينا هو الزيتون، غنديرو حتى يطيب هادشي عاد كنديرو الزيتون. ها هو الزيتون، وغنديرو شويه د السودانيه السودانيه، وغادي نشيل بزاف على داكشي على حساب كل واحد والذوق ديالو، كاين كيبغي الحار بزاف كاين ما كيبغيش الحار بزاف. انا غندير غير واحد المعلقه ديال السودانيه مع مراش ها هي، ونخلطوا هادشي مزيان حتى يشرب ما يبقاش فيه كلشي مزيان. ها هو ها نتوما ها هو شرب ما بقاش كاكي، شرب مزيان ما بقى فيه لا والو تشرب. دابا غادي نخليوه يبرد، غادي عاد نخدمو به. ها نتوما العجينة ها هي، غناخدو 400 غرام تاع دقيق رطب، ربعمية غرام تاع دقيق الحرش، عندنا هنايا 3 معالق تاع ماي زينة، جوج معالق تاع الزيت النباتية، واحد الراس نتاع المعلقه نتاع الخميره، واحد المعلقه صغيره نتاع الملحه، وغادي نجمعوا هادشي ندخلوا بعدا هادشي هذا الزيت مع دقيق وميزينة، ها
ومن بعد غادي نجمعوا بالماء عادي. هانتوما المشاهدين، هاد العجينة ها هي عجناها، هانتوما ها القوام ديالها كي داير، ما جارية ما قاصحة، دلكتها واحد خمسة ديال الدقايق. هاني دابا غادي نديرها في البلاستيك الغذائي، نخليوها عاوتاني واحد خمسة دقايق ولا عشرة دقايق ولا ربع ساعة، داكشي على حساب اللي تطلق ليكم، وعاد باش نشكلوها، وهانتوما معانا حتى نشكلوها. بعد ما رجعنا لكم دابا غادي نوريكم طريقة ديال التشكيل ديال لي شوسون. كناخدو شويه ديال الطحين باش نطلقو العجينه ديالنا، وغناخد المدلك هانتوما كتشوفوا السوق قداش خصو يكون، ما خصهاش تكون غليظه بزاف باش ما تجيناش غليظه التشكيل ديال لي شوسون. انا في التقطاع ديال لي شوسون غادي نستعمل هذه، وانتوما اللي متواجد عندكم بامكانكم تستعملوا. هنا غادي نحيد ديك الزوائد، هنا غادي نحاول نزيد نبرك عليهم شويه. غادي ناخذ العمارة ديالي
وغادي نحاول نجمعهم. بطبيعة الحال من بعد ما بدات لنا العمارة هكا بهذه الطريقة، ومن بعد غادي ناخذ واحد الفرشيطة غادي ندوزها شوية في الطحين، وغادي نبدا نبرك عليهم الجوانب. وغادي نحاول نبرك عليهم مزيان باش ما يتفتحولناش فاش يطيبوا. ومن بعد غادي نحطها مباشره في اللاطان تاع الفرن. دابا كما كتلاحظوا معايا انا كملت التشكيل ديال لي شونسون ديالي. غادي خديت هنا واحد بيضه باش غادي ندهنهم باش ندخلهم الفران. خديت بيضه وضفت لها معلقه تاع الحليب، نتوما بامكانكم تضيفوا لها معلقه تاع الخل اللي كان متواجد عندكم. وانا هنا غناخذ البوافون، نتوما لا كان عندكم البوافون استعملوه، كان عندكم الجنجلان بامكانكم تستعملوه اللي متوفر عندكم. وهنا غادي نبدا ندهنهم بهذه الطريقه، ندهنهم مزيان باش يتحمروا لنا كاع الجوانب. دابا من بعد ما كملتهم الدهن غادي ناخذ الفرن ديالي انا كندير له هذه الطريقه، وانتم بامكانكم ديروا الطريقه اللي بغيتوا. انا غادي نستمر بهذه الطريقه ومن بعد نوريكم كيف جاو وندخلهم الفران يطيبوا، ومن بعد نوريهم لكم في طبق ديال التقديم. هذا الشوسو ديالنا وجد، دارتهم بنت خويا، ماشي انا اللي درتهم، بنت خويا لا غوساد بنت خويا، وانا تعاونت انا وياها عاونتها، ها حنا وجدناهم. ولا عجبوكم تبعوا الفيديو، الا عجبوكم ديروا لنا جام وديروا لنا لايك وديروا ابوني وبارطاجيو. هنا غنوريهم لكم، ها نتوما، ها هما، ها نتوما هاك الجاو، ها هما، وتشوفوا الصحة جيدة إن شاء الله، والسلام عليكم.